السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، أسعد أوقاتكم جميعا. معكم مدرس مادة اللغة العربية الأستاذ علي جمعة. طلابي الأعزاء، اليوم وصلنا إلى موضوع ثاني من موضوعات اللغة العربية لطلاب الخامس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي اللي هو كان وأخواتها. في هذا الدرس راح نشرح كان أخواتها شنو هن، ممن يتكونن، شلون راح نحل الأسئلة اللي ممكن يجنك بالامتحانات الشهرية، وممكن راح تاخذها انت بالسنه الجايه بالامتحانات الوزاريه اللي انت مقبل على الامتحانات الوزاريه البكالوريا. كان واخواتها هي شنو؟ شنو انواعها؟ اسمها؟ اعراباتها؟ ننتقل الى الصبورة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان واخواتها يا عزيزي هي افعال ناقصه. هذه الافعال الناقصه على من تدخل؟ تدخل على الجمله الاسميه. ها؟ هاي الأفعال الناقصة على من تدخل؟ تدخل على الجملة الإسمية. وش تسوي؟ ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. هسا أنت هنا قرأت هذا التعريف، هل يا ترى المدرس مالتك بالمدرسة راح يقول لك عرف المبتدأ والخبر؟ مستحيل يجيك تعريف المبتدأ والخبر. التعريف هو عبارة عن مقدمة لشرح موضوع، تمام؟ زين، هذه الأفعال وتنصب الخبر خبرا لها وتقسم على شنو؟ تقسم اولا افعال تتصرف في يا زمن، في زمن الماض والمضارع والامر. افعال تتصرف فقط بالماضي وبالمضارع، وعندي افعال لا تتصرف فقط الا في زمن الماضي. زين، شلون يعني؟ يعني انا عندي فعل، هذا الفعل اللي هو من وين؟ الافعال الناقصه. هذين الأفعال أكو بيهن جزء يمكن يصير ماضي مضارع وأمر، وأكو بيهن الجزء الثاني اللي هو شو يصير؟ ماضي مضارع، والجزء الأخير فقط يصير ماضي. شلون؟ ما ندري. هسه راح ننتقل إلى الصبورة راح نشرحهن واحدة واحدة. كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل، صار. كان مضارعها يكون، وأصبح مضارعها يصبح، وأضحى يضحي، وأمسى يمسي، وبات يبيت، وظل يظلل، وصار يصير. لما نسوي الأمر مال ذن الأفعال، أصبح اصبح، أضحى اضحي، امسي بت، أظلل صر. ها زين، هذين الأفعال شنو فائدتهن؟ يعني هنا شنو فائدتهن؟ على شنو يفيدن؟ على شنو يدلن؟ كان يدل علما على الزمن الماضي. علما يدل على يا زمن؟ على الزمن الماضي. وأصبح تفيد حصول الجملة وين؟ في الصباح. وأضحى تفيد حصول الجملة وين؟ في الضحى. وأمسى تفيد حصول الجملة وين؟ في من؟ في المساء. وظل تفيد الاستمرار. وصار ماذا يفيد؟ يفيد التحويل. هسه احنا أخذنا هذين الأفعال، هذه الأفعال بها زمن ماضي ومضارع وأمر، وأخذنا الفائدة، تمام؟ زين، هسه راح ننتقل لمن؟ إلى هذه الأفعال، جزء من الأفعال إن كان وأخواتها، بس شنو يفيدن؟ يفيدن في زمن الماضي والمضارع، ما بها أمر، يعني ما يصير بهن أمر. شلون؟ من فك، ما برح، ما زال، ما فتئ، هذن الأفعال يصيرن فقط ماضي ومضارع، ما يصيرن أمر. من فك، ما ينفك، ما يبرح، ما يزال، ما يفتأ. زين استاذ، هسه واحد من الطلاب راح يسأل يقول استاذ دقيقة وقف دقيقة، هذين الأفعال شنو فائدتهن؟ تفيد الاستمرار. ماذا تفيد؟ تفيد شنو؟ الاستمرار. هسه هنا الطالب واحد من الطلبة يسأل يقول استاذ هاي الماء شنو نعربها؟ هاي الماء شنو نوعها؟ او ما هي اعرابها؟ او ما هي نوعها؟ عزيزي، نوع الماء في هذه الانواع ماء نافية غير عاملة. من فك، ما برح، ما زال، ما فتئ، ماء نافية ماذا؟ غير عاملة. نافية غير عاملة. اكمل. وصلنا علما الى الافعال الجامدة. شنو معنى هذه الأفعال الجامدة؟ يعني أنا خليتها بالفريزر وجمدت؟ لا، هذه الأفعال الجامدة يعني هي ما تتصرف، يعني ما تصير لا مضارع ولا أمر.
يعني هسه على سبيل المثال ليس بالله شو يسوي لها فعل مضارع يصير يليس إلس أمر ما ترمها جامد شكل واحد هيئة واحدة هي فقط في يا زمن زمن الماضي مو بالله بالمجمدة زين عندي هذه الأفعال الجامدة على قولتك بالمجمدة لا تتصرف أي بمعنى فقط تأتي في زمن الماضي مثلش عندي عندي ما دام وعندي ليس شنو عندي ما دام وليس هذه ما دام ماذا تفيد تفيد بيان المدة هسا واحد من طلاب يقول استاذ هاي الماء هي نفس هذه الماء يعني هي نفسها ما نافية غير عاملة أقول له لا 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 انتبه 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 عليه هاي الماء مو نافية غير عاملة انتبه هاي الماء نوعها مصدرية ظرفية شنو نوع الماء مصدرية ظرفية يعني نوع الماء اللي ما دامه نوعها شنو مصدرية ظرفية زين استاذ وانواع ما نوع الماء ما بريحة ما فتئة ما زالة شنو نوعها اقول لك يا عزيزي نوعها ماذا نافية غير عاملة زين نوع الماء اللي ما دامه شنو نوعها مصدرية شنو ظرفية شنو نوعها مصدرية ظرفية اما النوع مال ما بريحة ما زالة وما فتئة وهذن خواتن نافية غير عاملة هسه احنا شو اخذنا اخذنا تعريف كان واخواتها اخذنا اخوات كلهن اخذنا الافعال اللي ممكن يصير الماضي او مضارع او امر اخذنا ممكن يكون الافعال تصير في زمن الماضي والمضارع وكوبين افعال قلصت لحد ما صار فعل واحد في زمن الماضي ممكن يجيك سؤال ويقول لك استخرج مثلا ما نوع اسم كان ممكن يجيك هذا السؤال في التمارين شنو نوع اسم كان اسم كان شنو نوعه انواع اسم كان واخواتها اولا اسم صريح اسم اشاره اسم موصول يعني هنا من اجي اقول لك ما نوع اسم كان تقول استاذ ترى هنا اسم صريح جاءت منه العفو اسم ظاهر زين اذا ننتقل في الجمله ونباوع بانواع اسم كان واخواتها لما نباوع عليهن نشوف النوع الاول اسم ظاهر والنوع الثاني هم اسم ظاهر هنا الطالب قال استاذ شو دوختني حرت والحيرت انت فوق عندي اسم ظاهر والثاني هم عندي اسم ظاهر اقول لك هوب 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 دقيقه انتبه انتبه اول واحد اسم ظاهر اذا كان اسم صريح واذا كان اسم اشاره واذا كان اسم موصول اذا اجى واحد من هذين الانواع اقول له اسم ظاهر كان الامتحان سهلا الامتحان اسم صريح جاي عندي ليس هذا عدلا هذا اسم اشاره ونوعه اسم ظاهر خوش حكي لحد الان زين استاذ المتاخر شلون يعني يا عزيزي هذا المتاخر اسم ظاهر متاخر غاربا شنو غاربا هي غالبا يكون ماذا النكره قبلها شبه جمله يعني اكو عندنا اسم ظاهر متاخر اجى بالاخير راح اعيد لك اياها من البدايه واريدك لازم تركز لي على هذين لان الطالب يخطا بهن يعني يقدم ويأخر مرات شو اسمه الاسم الظاهر اذا كان صريح يقول يابا متاخر ومتاخر يقول صريح فبالعكس فانتبه لي لهذه القاعده ولخص هي صح الملزمه مالتي موجوده لكن انت لما تعتمد على التلخيص يعني شلون تلخيص دباوع شلون نشوف هسه انا هنا شو مسوي كمدرس عندي دفتر لا مو هذا الدفتر عندي هذا الدفتر لا مو هذا عندي هذا الدفتر ها لا مو هذا عندي هذا الدفتر مخلي بيه شنو نيشان هاك بقى رابطه رابطه مخلي بيه كل تلخيصاتي انا هسه كمدرس ملخص عندي تلخيص ومخلي اوراق فارغه الخص كل الافكار اللي اخليها اني الخصها هنا أنا. كل شيء اسولف الخصه مدرس ولا فانت ضروري جدا ضروري جدا تعتمد على منهج التلخيص الملزمه هي موجوده لكن الملزمه ما راح تفهم هذه اذا ما تلخص بايدك وتشخبط بايدك وتعرف انه هذا الشرح تنقله بالدفتر والدفتر تفهم عليه يلا تحل التمارين ويلا تشوف الملزمه مالتي بهذه الطريقه يلا انت تفهم العربي ماشي عيني وها باعولي خلوا هذا الشريط هيك حتى شي يصير شلون هذا الكتاب مال هاري بوتر اذا شايفين هذا الثخنه
ها حتى شنو تعرفون انت وين وصلتم بي. ماشي اكمل الدرس بعد كم ترخيص عندي احسبوا ياك. ها ترخيص مال خامس اعدادي، ها ترخيص مال رابع، ها ترخيص مال هذا مال سادس. شباب عين ها اي ما اي هذا مالكم هذا اي والله هذا مال سادس اعدادي ها ترخيص لاني اكمل كلام وين وصلت. يلا اسم ظاهر اذا كان ماذا؟ اسم صريح، اسم اشاره، واسم موصول. مثال كان الامتحان وش بيه؟ سهلا كان فعل ماضي ناقص مبني على من؟ مبني على الفتح. زين هذا الفعل الماضي الناقص شنو يجي وراء؟ اسم كان. هذا الاسم كان بمن يكون؟ مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخر استاذ. يصير بالامتحان الوزاري اقول له فعل ماضي واقول له فعل ماضي العفو اسم كان مرفوع بالضمه. ليش تختصر؟ خب اقول لي مرفوع بالضمه الظاهره على اخر يعني شنو؟ يعني ايش راح ينقص من عمرك اذا تقول لي الضمه الظاهره على اخر راح تنساها؟ زين اسم كان مرفوع وعلامه رفعه ماذا؟ الضمه الظاهره على اخره. خوما بين كرشي ترى مو بكورش. زين زين يمسي الطالب مستعدا للامتحان. يمسي احكي صدق والله احكي لو انا احكي احكي هسه تمام؟ تمام؟ يلا ها؟ لا ماكو يلا نبدي؟ تمام؟ اكو شيء مو تمام؟ يلا اوكي ابدي. يمسي الطالب مستعدا علما للامتحان. يمسي هو عباره عن ماذا؟ فعل شنو؟ مضارع. شلون استاذ فعل مضارع؟ يمسي. شلون عرفته فعل مضارع؟ استاذ يمسي فعل مضارع. هو من اخوات من؟ اخوات كان. امسى يمسي لعد انا من خليت هذا المضارع قدامي حتى يكون هو دليل الي. يمسي الطالب. الطالب اجت وراها اذا يمسي فعل مضارع. بس اقول له فعل مضارع واسكت لو اكمل لا احدد هويته فعل مضارع ناقص مرفوع علامة رفعها الضمة المقدرة على من؟ للثقل. الطالب هو شنو؟ اسم يمسي. هذا اسم يمسي شنو؟ مرفوع علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. مرفوع علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على من؟ على آخره. تكمل الإعراب. واحد من الطلاب إجاني خطأان أنا بدرجته او المساعد خطان بجمع الدرجه فقال لي قال الاستاذ ليس هذا عدلا. هاي يا بخير عندك عندي استاذ نقص بالدرجه يا بتعال خلينا نعيد تصحيح الورقه من جديد. ليس هذا عدلا ليس فعل ماضي. هذا الفعل الماضي ايش بيه؟ ناقص زايد ما ادري. فعل ماضي ناقص مبني على من؟ مبني على الفتح. خلصنا هذا الاعراب ما تكامل. هذا اسم اشاره. هذا الاسم الإشارة هو مبني على من؟ على السكون. في محل رفع من هو اسم؟ ليس. في محل رفع ماذا؟ اسم؟ ليس. يعني هسه تلاحظون أنا سويت؟ زين أنا في حال لو قلت لك شغلة واحدة ما نوع اسم كانه؟ قول أستاذ هذا اسم كانه نوعه اسم ظاهر. خو ما تقول لي اسم إشارة ما عندي اسم إيش اسم إشارة. ماشي؟ زين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا. الواو هاي تعتبر بحسب ما قبلها ما اعرف شنو اللي قبلها هي تعتبر هذه الواو شنو بحسب ما قبلها. اصبح فعل ماضي ناقص مبني على من؟ مبني على الفتح. هاي الفتحه ايش كبرها؟ فؤاد اسم اصبح. هذا اسم الاصبح مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو وهو مضاف وام مضاف اليه. خلصنا بعد كم مثال انا جاي اخذ. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقف لي قبل أن أخذ قال تعالى نسيت هذه الفقرة. ثانيا
اذا كان اسم ظاهر بس هذا اسم الظاهر متاخر يعني يجي بالاخير. شلون يعني؟ غالبا يكون نكره قبلها شبه جمله. شلون يعني؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الاعمى حرج. هذا ليس شرحنا عربه فعل ماضي شنو ها عافية فعل ماضي ناقص مبني على من؟ مبني على الفتح. هذا الفعل الماضي مو انبنى على الفتح اللي هو فعل الماضي الناقص. زين على الاعمى راح يكون شنو؟ راح يكون على الاعمى ها اسم ليس لو خبرها. هسه لحد راح اشرح لك فقط اسم ليس، الخبر بعدين اشرح لك. حرج اسم ليس، هذا اسم ليس شنو؟ مؤخر يعني جاء بالاخير مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. ودري على كلامي أن يكون نكرة حرج النكرة ها قبلها ماذا؟ شبه جملة. شنو اللي جاء قبله؟ شبه جملة. إذن هذه الجملة شبه جملة ماذا؟ يكون عندي خبر ليس اللي هو المقدم. ما زال للحق أنصار. ما زال فعل ماضي ناقص مبني على من؟ على الفتح. فعل ماضي ناقص انبنى على الفتح لولا انبنى على الفتح. زين هذا المايك قلقني. انصار اسم ما زال مؤخر. استاذ ضروري اقول له مؤخر ومقدم؟ اي طبعا، لانه هو عندي من القاعده ما تش تقول غالبا اسم ظاهر متاخر حتى تميزه عن الاسم الظاهر المتاخر عن اسم الظاهر اللي الطبيعي احنا تعودنا عليه اللي هو يكون اسم صريح او يكون اسم اشاره. اسم ما زال مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين هسه احنا شخذنا اخذنا اسم ظاهر انواعه انواع كان واخواتها. اولا الاسم ظاهر، ومن انواع الاسم الظاهر ان يكون اسم صريح، اسم اشارة، اسم موصول، واخذنا على كل واحدة مثال مثال مثالين ثلاثة اربعة. اذا كان متأخر يعني هذا اسم كان يكون متأخر يجي بالاخير غالبا ماذا يكون؟ نكرة قبلها منه شبه جملة. ننتقل إلى النوع الثالث، ضمير متصل. شباب هذا الضمير المتصل هو اللي راح يكون شنو؟ اسم لكان وأخواتها. هذا الضمائر المتصلة شنو أستاذ؟ عندي تاء الفاعل. شنو عندي؟ تاء الفاعل. نون النسوة باللغة العربية نحن نسميه شنو؟ نون الإناث. ماشي؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، نا المتكلمين، ياء المخاطبة. مثال لا أصاحبك. ليش يابا؟ ليش ما صاحبني؟ ما دمت كاذبا. أيوة والله مثال قوي هذا. لا أصاحبك ما دمت كاذبا. ما دمت كاذبا. زين ثانيا لما أنا أجي أعرب أول شغلة أباوع على يمن أباوع على الضمير المتصل اللي راح يتصل بمن؟ بإحدى كان وأخواتها اللي احنا سولفنا عليهن أصبح أمسى ظال بات ما بريحة راح يتصل بها ضمير. هذا الضمير هو راح يكون اسمها. خوش حكي؟ خوش حكي. نجي نعرب ما دمت كاذبا. ما دمت كاذبا. أوقف أستاذ هاي ما دمت كاذبا الما نقدر نعربها ما دام آخر وحدة أخذناها ما دام وليس الماء هنا راح نعتبرها او راح نعربها مصدريه ظرفيه. خوش حكي. نعرب دامه بوحدها فعل ماضي مبني فعل ماض مبني ناقص فعل ماضي ناقص مبني على من؟ على السكون. زين استاذ والضمير؟ الضمير موجود ما دمت والتاء ضمير متصل. خو ما تقول لي منفصل هاي بعد خليني هيك اطبر بالقلم تخليهم شنو؟ والتاء ضمير متصل مبني مبني على من؟ في محل رفع ماذا؟ اسم ما دام. أمسينا نفتقد العافية. إني ذقت من الطيبات كلها فلم أجد ماذا؟ أطيب من العافية. أمسينا نفتقد العافية. هذه أمسينا من متكونة من الفعل أمسى زائد الضمير المتصل النا. إذن هذا متكونة منين؟ من الفعل الماضي الناقص بالإضافة إلى من؟ إلى الضمير المتصل. إذن لما أجي أعرف شو راح أقول؟ أقول أمسى فعل ماض ماذا؟ ناقص مبني على اليمن على السكون والنا ضمير متصل مبني في محل رفع ماذا؟ شلون؟ شلون؟ اسم؟ أمسى.
الضمير المستتر رابعا النوع الرابع من انواع ماذا؟ اسم كان. الضمير المستتر، هذا الضمير المستتر يقدر هو هي هما هم، احنا نقدره. شو راح نقدره؟ باولي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلن اكون ماذا اكون؟ فلن اكون ظهيرا للمجرمين. عندي لن اداة نصب، اكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره، واسم أكون ضمير مستتر تقديره أنا، فلن أكون أنا، فلن أكون ماذا؟ أنا. زين، وين نقدره؟ هنا هنا أنا، هذا الضمير مستتر تقديره هنا، يعني هو اسمها. كن مجتهداً، وين أنت مجتهداً؟ في دراستك، في عملك، في وظيفتك، في أمانتك، ها أنت مجتهد. كن مجتهداً، كن فعل أمر مبني عليمن على السكون، واسم كن ضمير مستتر تقديره أنت، ودليل على كلامي تقدير الكلام كن أنت مجتهداً. ها زين، مرة العالم صار متصارعاً، صار فعل ماض ناقص مبني على من على الفتح، واسم صار ضمير مستتر تقديره هو العالم هو. هسه هنا الطالب مره شو يقول؟ يقول استاذه هنا ليش قلت قلت انت هنا، انا قلت مثلا قلت انا قلت هو. باو عزيزي، التقدير بحسب سياق الكلام، يعني هنا انا ما يصير اقول قال تعالى، او ما يصير احنا نحرف النص القراني بس يعني بس تقدير الكلام. فلن أكون أنا ظهيراً للمجرمين، هذا التقدير الصحيح، بس ما يصير أقول فلن أكون هو ظهيراً للمجرمين، الجملة ما تامت المعنى، يعني هنا الجملة بيها فتح خطأ. كن مجتهداً، هو من اللي يكون مجتهداً؟ أنت، ما يصير أقول هو، كن هو مجتهداً، تلاحظ؟ الجملة بيها خطأ. العالم صار هو متصارع، هو متصارع، ما يصير أقول أنت متصارع، ها؟ تلاحظ؟ زين، هسا أنا شنو شرحت لك؟ شرحت لك أنا وخواتيها بالكامل؟ شرحت لك أنواع اسم كان أخواتها الأربعة، النوع الأول اسم ظاهر، النوع الثاني اسم ظاهر، بس هذا اسم الظاهر يكون متأخر. شلون يكون متأخر؟ إذا كان ماذا؟ نكرة، يعني ما محلى بأل، سبق أو قبلها شبه جملة. النوع الثالث إذا كان ضمير متصل، هذا الضمير المتصل اتصل بمن؟ بإحدى كان وأخواتها، اللي هن من الضمائر المتصلة تاع الفاعل الفعل الاثنين المتكلم إلى آخره، وضاء وأخيرا ضمير مستتر. هنا إذا سألك ما نوع اسم كان، يقول استاذ ضمير مستتر، هذا يمكن موجود بالتمارين مالتكم. ما نوع اسم كان، يقول استاذ هنا جاء ضمير متصل. ما نوع اسم كان، هنا جاء ضمير مستتر. أقول لك هنا ما نوع اسم كان، يقول استاذ هنا جاء نوع اسم كان متأخر، اسم ظاهر متأخر. ما نوع اسم كان، يقول استاذ جاء اسم ظاهر. ها تلاحظ؟ زين، لما نجي نعرب، قلت لك هنا ما نوع الماء في مثلا ما انفك ما برح ما زال، هاي الماء اذا قلت لك اعرب لي ما، قل استاذ هنا ما نافيه غير عامله. ما نوع الماء في ما دام، نوعها ماذا؟ مصدريه ظرفيه. اعزائي الطلاب، انا اللي حد الان غير انهيت هذه المحاضره من الجزء الاول من موضوع كان واخواتها. طلاب الاعزاء، اشوفكم في المحاضرات القادمه، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.